ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله، كده يا رب ينول اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك وفي الكومنت اللي بيسعد قلبي، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. هنا بقى حضرنا شويه فطار كده محترمين، مش انا يا جماعه ما اكدبش عليكم، يعني صراحه راحه والكيت بخيبه يا اختي. المهم بقى ابو الزيت حضر شويه فطار كده، لان ساعات هو بيحب يحضر الفطار من ايده. والله عمل لنا شويه حبشتكنات تفتح النفس كده. تعالوا شوف الكارثه بقى، اهم حاجه دي انا مش عارفه دي خراب البيت، دي خراب البيت والله العظيم. انا جبت اخري منها، عارفين يعني ايه جبت اخري منها؟ انا خلاص اقول ايه، اروح فين واجي منين؟ قولولي. الغساله تاني باظت، في ايه تاني يا وفاء؟ الحله يا جماعه، الحله يعني تاكلت، الحله اتاكلت. بصوا الدربكه اللي انا فيها مره واحده. صوتي يا اختي، من حقك تصوتي والله يا بنتي. التومي التومي، محدش هيقول لك انت بتعملي ايه، محدش يا جماعه يجيب يونيون اير، ماشي؟ والله العظيم وانا ورا بحرك الغساله كده، نفسي اخدها على السلم او مديها بالشلوت اطوحها على السلم وارتاح منها. فبصوا الغسيل اللي انت شفتوه في الارض ده انا كنت حاطاه فيها، والمفروض ان هي تلف. وكان في شويه غسيل تاني اصلا من الاول يعني، فالمفروض ان هي تشتغل، لقيتها مش بتلف، لقيتها واقفه. طيب جه بقى تامر راح شافهالي، راح قايل لي الحله بتاعتها او المروحه ما اعرفش بتسموها ايه، المفروض باظت يعني. فانا زهقت منها، كل يوم حاجه فيها تبوظ. والله العظيم لو احسب لكم انا صرفنا عليها قد ايه، كان زماننا جبنا واحده يعني. فاهو اهو، الله المستعان يا جماعه، ربنا يصبرني عليها. من ساعه ما دخلت بيتي والله العظيم واخده اللي ورانا واللي قدامنا، خراب خراب فظيعه. يونيون اير ديت اوعوا تجيبوها، والله العظيم هتندموا هتندموا هتندموا. هنا بقى طبعا هو قعد يعني قلبها كده في الارض، وقعد يظبط فيها حاجات ومش عارف ايه، ونضف لي الفلتر اللي هو من تحت ده، لان انا ما بعرفش اجي جنبه. فالمهم الارضيه هناك كده كانت يعني بصي زاطت زاطت. فالمهم بقى انا زي ما انتوا شفتوا كده، انا يعني عملت ميه كده، جبت بالكوبايه كده ميه تحتيها، وقعدت اجر بالمساحه عشان اخلي تحتيها نضيف وزي الفل كده، لان المطبخ كله نضيف. هو دلوقتي كده قدامكم كركب، لكن الحاجه بس عايزه تترصص مكانها مش اكتر، لكن هو كله نضيف. جبت بقى الغسيل جنبها كده لحد ما تامر يجيب لي واحده غيرها يعني. انا عقبال ما خلصت كان هو راح جابها لي وجي يعني. فكل يوم حاجه، مش كل يوم يعني، مش هكدب مش كل يوم كل يوم، بس كل فتره تلاقي ليها حاجه يعني، حاجه طلعت لها. انا مش عارفه مين مزعلها، انا نفسي اعرف هي مالها بس يا جماعه. فالمهم بقى قلت اظبط الدنيا كده، لان يعني الدنيا هاصت بسبب الغساله واللي حصل للغساله. ورجعت بقى المشايات مكانها بعد ما نشفت كده، طبعا مكانها مسحت كده ولمعت وخليت مكانها زي الفل. وهظبط بقى الارضيه كده، الارضيه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. انا بس ايه يعني الدخله اللي هنا دي انا رشيت ميه كده وجريت بالمستحة، بقت زي الفل معايا. حطيت بقى هنا الموكيتا مكانها، لان الدنيا هنا كانت نظيفه. هي بس ايه، اللهم صل على النبي، الرخامه البوتاجاز الحاجات دي كلها، بس اللي عايزه ايه تظبين. وهعمل معاكم روتين حلو، والمهم هعمل معاكم بردك اكل كده، هنعمل غدا مع بعض. الناس اللي مستنياني بقى عشان اعمل معاها الملوخيه، هبهرك يا اختي، انا هبهرك النهارده. زبون ملوخيه بقى اللي احنا فرزناها امبارح مع بعض، هتشوفوا جمالها النهارده وانا بعمله معاكم، عشان يبقى بصي تحط بطنك كده بطيخه صيفي وانت بتعمليها، ما تبقيش قلقانه. دوت لانش بوكس لهنا، لقيت تامر جايبولها وجاب لي العلبه اللي هي هناك ديت. فانا ايه قلت لا اشيله تاني في الكيس، لاني طبعا هشيله لها بقى لما اجيب لهم بقيه حاجه المدارس وكده. هنا جاب لي العلبه ديت، المفروض ان هي بتاعه فشار اهي، يعني العلبه الكبيره وبعد كده ايه العلب الصغيره. فانا يا اختي تفتكري هسيبها للفشار؟ لا، ده انا هنضف فيها خضار دلوقتي. فعجبني قوي الاطباق الصغنونه ديت، وكلها الوان الوان شكلها جميل كده، تنفع بردك للرز بلبن يعني. فالمهم بقى ايه، وديت هراس الثوم، فلقيته جاب لنا شويه الحاجات ديت انا كنت بردك محتاجاهم. هي هراس الثوم ديت شكلها حلو يعني. بس كده قلت بقى ايه هرتب معاكو، اللهم صل على النبي، الرخامه ونظبط التظبيط، وبعد كده نعمل الغدا مع بعض. طبعا انا بحب انضف كده الدنيا الاول، لان انتوا شفتوا المنظر عامل ازاي. فهل تفتكروا ان انا اقف اعمل اكل في المنظر ده؟ لا، تبقوا ما تعرفوش وفاء. لا يا اختي. المهم رشيت كده شويه صابون، لان هو حط هنا حاجات على الرخامه وغير الفطار اللي عمله الصبح. الدنيا بسم الله ما شاء الله، راجل يخش المطبخ من هنا تحس ان هو طبخ طبخه من هنا يعني، غير الست خالص. والله
فافضل بقى ادخل اشيل وراه. بس انا كنت قايمه النهارده مش قادره اعمل حاجه، فراح هو بقى عمل الفطار بدالي وكده. بقى هو عارف ان انا شقيانه شقيانه في البيت ده، ما بترحمش والله. رصصت بقى الحاجه كده مكانها، وطبعا عايزه اقول لكم البوتاجاز بقالي كتير كده ما روقتش على البوتاجاز وخليته زي الفل، فقلت لا تخليه قمر كده النهارده، وبعد كده ابقى اشوف الاكل بقى. الاكل انا عارفه الاكل بتاعي ده ما بياخدش مني وقت، فبحب انظف الدنيا كده الاول. والله العظيم انتوا عارفين يعني انا الفيديو ده، يعني انا خلصت معاكم الفيديو ده، عايزه اقول لكم بقى كوم الغسيل دوت لسه هغسله، ولسه كان في مواعين تاني بعد الغداء. ف الشغل ما بيخلص ما بيخلص يا اختي والله، احنا هنخلص والشغل مش هيخلص. اه والله احنا بنتبري، احنا بنتبري كده والله العظيم من كتر الشغل ده. بس هنعمل ايه، مش عارفه ايه التشبيه اللي انا قلته ده، بس يلا يلا بقى ما تدوقيش يا اختي، الجو حر ودماغي بدأت تهوي كده يا اختي، والله بدأت تهوي. المهم هنا بقى اللهم صل على النبي كده. الناس بقى لما تقول لي وفاء تنظيفات العيد، ان قلت ابتدي تنظيفات العيد تقولوا لسه بدري، ان قلت لسه بدري تقولي لي لا يا وفاء ابتدي. انا تعبت منكم من الغساله، ومش عارفه اروح من فين منكم من الغساله. ما بترسوش على حل ليه؟ اروح منكم فين ومن الغساله فين؟ قولوا لي اروح فين، اروح فين واجي منين؟ المهم يا جماعه بقول بكلمكم جد والله العظيم، يونيون اير، اي واحده بقى بنوته كده بتشوفني لسه هتتجوز بتجيب الادوات الكهربائيه بتاعت ايه، وبعيدي عن يونيون اير، بعيدي والله العظيم. بصي هتقعدي تكلمي نفسك زي كده ليل ونهار، فلا يا بنتي الحلال لا لا خلاص، انت عرفتي ان هي وحشه ما تجيبهاش والله العظيم، مهما نعمل فيها ما بيخلص. بصي اني تشوف المروحه مش عارفه ايه يحصل للموتور، تشوف الموتور مش عارفه ايه اللي يجرى كده، يعني عايشه بتهوي الغساله دي بتهوي طول ما كل حاجه فيها بتفلت كده، ففظيعه فظيعه. اه والله العظيم خربت البيوت، انا مسميها خراب البيت. اه والله العظيم يونيون اير ديت مسميها خراب البيت، صعب صعب يعني بجد. فالمهم بقى هو خد البتاع المروحه اللي انا وريتها لكم دي عشان هيجيب زيها، مش عارفه انتوا بتسموها مروحه ولا حل ولا ايه، انا ما بعرفش في الحاجات ديت عامه. المهم خد عشان يجيب واحده زيها بالظبط، عشان بيبقى لازم نفس المقاس يعني. إيه صبنت بقى المواعين، وعايزه اقول لكم الفوط دي، الفوطه دي كان مبهدلها في الغساله، ما اعرفش كان بيعمل بيها ايه، فعشان كده كانت محذوفه في المواعين والكلام ده كله. انا سبته يعمل اللي يعمله، بعد كده قلت انا هوضب واظبط الدنيا واخليها زي الفل. المهم تقعدي ساكته يا اختي كده، عشان هي الغساله مخليها مش طايق نفسه لوحده. فقعدت ساكته قلت يلا يا بنتي وفاء بقى، ما مش يبقى انت والغساله عليه. هنا بقى خدت الحاجه بتاعه البوتاجاز كده وقلت بردك ايه هصبين، هتقولوا لي بقى في الكومنتات من شوف هتعملي الغدا وهتدربيكي البوتاجاز. معلش واخده ان انا اقف على نظافه والله العظيم، زي ما بقول لكم كده انا كده ارتحت نفسيا، بعد كده بقى هقف اعمل الاكل. انا من الناس اللي ساعات ممكن اسند المعلقه على البتاعه ديت اسمها ايه الشبكه بتاعه البوتاجاز ديت، فتلاقوني ساعات ممكن انسى ما احطش طبق، فانا خلاص طالما هعمل اكل تلاقيني اقف انضف كل الدنيا حواليا عشان اقف كده بذمه. بصوا بقى يا جماعه الصابون القطع اللي انا عملته معاكم، إيه لما بتكون العيون متبهدله قوي كده، انا نسيت اوريكم شكل العيون كده عن قرب، كانت متبهدله جدا جدا والله زي ما بقول لكم كده. فبقى بجد بجد اللي بينقذني في الوقت ده هو الصابون القطع، بيخليها لي فله والله العظيم، بيخليها لك تنور كده وبتبرق. بصي ما بتاخدش مني وقت وانا واقفه، ولا بحط رش ولا بعمل اي حاجه، ولا بجيب حاجات ايه غاليه والكلام ده كله، فعلى طول كده وانا واقفه بتخليها لي زي الفل. كمان ادي البوتاجاز بقى لمعه كده بالصابون القطع ده، مش قادره اقول لك على الجمال بقى والنظافه يعني. خلاص خلصت كده العيون بتاعه البوتاجاز، وبعد كده اللهم صل على النبي اشطفهم شطفه حلوه واروح انضف البوتاجاز بتاعي كده، لاني مش عاجبني شكله. كمان انا ما بحبش الناس اللي بتطلع ايه يكون البوتاجاز بتاعها متبهدل ومش عارف ايه، رغم ان انا بص كده بوتاجازي قمر بالنسبه لهم كده، قمر ده نظيف قشطه. يطلعوا البوتاجاز يعني انا اسفه في اللفظ عليه طبقات كده من الاتساخات، وعادي واقفين بيعملوا اكل ومفيش اي حاجه الدنيا تمام. ف يقوموا بقى الناس تشتم في المصريين بقى كلهم، بص المصريين معفنين ازاي، بص المصريين مش عارف ايه، والله العظيم بيصعب عليا والله، بيصعب عليا لما بلاقي كلنا نتجمع عشان يعني واحده مش نظيفه او طالعه عامله كده عشان يجي لها كومنتات، وما بيبقوا قاصدين يتشتموا عشان يجي لهم كومنتات كتير، عشان تبقوا عارفين يعني لو ده مش لافت نظركم يعني، هم بيبقوا قاصدين يعملوا كده عشان يتشهروا، اه يتشهروا بالعفانه، اه عشان يجيبوا فلوس. اه والله زي ما بقول لكم كده،
حاجات كتير ممكن بيعملوها غريبة عشان يجيبوا مشاهدات ويجيبوا كومنتات، عشان القنوات بتاعتهم تعلى، بتقلب كده عادي، فبنتشتم بقى كلنا بقى. فليه؟ ما عرفش ليه بيجمعونا كلنا، ما عرفش عملت لكم انا ايه، غيري عمل لكم ايه؟ ينفع الكلام ده؟ الف واجلكم. هنا بقى انا طلعت بط كده يفك. انا طبعا بقى زي ما انا قايله لكم كده، البط مقسماه ومغسلاه ومخليها زي الفل، حطيت جزر وطماطم وبصل، وقلت بقى اشوحه كده تشويحه حلوه كده، ايه من ايديا بوحده ماجي، وحطي بقى حطي كل حبشتكناتك بقى. انا يعني انا اكتريت الوقت انسى الورق اللورا وانسى الحبهان، وما انا اختك دي تايهه على طول والله، مش قادره اقول لك يعني، بالبركه كده الاكل بيطلع عسل. بيطلع زي العسل والله، دماغي ساعات اما اكون داخله متدربكه مثلا عشان موقف الغسالة ده، ولا تلاقي حاجات بتفوتني يعني، بس يعني عايزه اقول لك الحمد لله بتعدي برضه، مش دي الحاجه اللي هتخلي الاكل يعني مش قد كده، لا بتعدي. حطيت بقى التوابل وملح بردك وشوحتها كده تشويحه حلوه، وبعد كده سقيتها بالميه. مش قادره اقول لك التشويحه دي بتخلي ريحه الشوربه وطعمها جميل يعني، بتيجي شوربه حلوه كده. هنا بقى انا شلت الصفايه ديت وشلت الصابون، وقلت يلا يا بنتي يا فوق، هم مشهيصينك في الكومنتات كده بقى لهم يومين، هاتي سلك هاتي سلك يا بت يا بت شهيصوكي. فالمهم بقى جبت ربع كيلو سلك الموني، بص الراجل حاططها لي في شكار، ولا تزعل ولا تزعل، عايزه اقول لكم بيقعد معايا فتره كبيره. اي حد جديد بيشوفني بعمل بالطريقه ديت يا ريت ما تعمليش زيي اهو، انا قلت لكم عشان ما تفضلوش تتضايقوا مني ولا تقول لي ايه ده ولا مش ايه ده. لو اي حد جديد معايا يا ريت ما تعمليش طريقتي ديت. طب انت بتعمليها ليه؟ انا ايديا واخده عليها الحمد لله تمام، لكن لا ايدك مش واخده عليها، بعد الشر لا قدر الله تتعوري بسهوله، عندك المقص واشتغلي بيه، ما تتهوريش زي البت وفاء، اوعي تتهوري لا تتعوري، انا قلت لك اهو ماليش فيه بقى، انا ليش دعوه. فروحت جايبه ربع كيلو سلك كده، وقلت ايه لما اقف اظبطه يقعد معايا فتره كبيره عقبال ما اعمل الشغلانه دي التاني بقى، بملى البطرمان ده على الاخر، وببقى كمان انا يعني ايه مكربساه كده بايديا يعني، بيبقى مليان مليان يعني، مقطع حته بحته كده على قد الغسله بتاعه المواعين بتاعتي. انا عايزه اقول لكم انا من الناس اللي بتستغل سلك كتير كتير، انا السلك خلاص يغير لونه، انا ممكن في اليوم يعني مرتين ثلاثه السلك، مرتين ثلاثه اهو حسب المواعين وحسب الاستخدامات، وبالذات لو لقيت لونه مثلا غير يعني في العلبه وكده، لان الميه عندي ترومبه بتخلي لونه يصدي كده، بعرف من مين. لميت بقى الفراولي اللي نزلت ديت، وبعد كده قلت ايه اشيل بقى البطرمان. بصوا ما شاء الله عمل لي بطرمان حلو ازاي اهو، انا جبت سلك يا جماعه زغرطولي. رحت بقى ماسكه حته السلكه اللي هي ايه اتقطعت ديت، غير سلكه المواعين يعني، وقلت اصبم بيها كده برضو الحوض كده خليه زي الفل. هنا بقى انا عايزه اقول لكم طول ما انا واقفه عماله ادعك في وشي بتاع دوت بالطرحه بتاعه الاسدال، الجو حر جدا وانا مش طايقه نفسي، من النوع اللي بقعد اتهرش بقى، شفتوا الجربانين. والله يا اختي انا فله شمعه منوره، بس اعمل ايه، مجرد متحر شويه انا ببقى بقطع في ايديا وفي وشي، والله العظيم ما بستحملش، كل شويه ارمي على وشي ميه وعلى ايديا ميه، ما تلاقيني اهرش كتير من كتر الحر، وشي ده يزنهر بقى كده يا اختي كاني مضروبه علقه يعني. خدت بقى الفوطين دول لان كانوا اتبهدلوا بقى من الحوض والرخامه ومش عارف ايه، قلت ايه اصبنهم وبرضك ايه خليهم برضك استخدمهم يعني، يعني مسكتهم غسلتهم قصدي، خليتهم زي الفل وشطفتهم، وحابه ان انا استخدمهم هما مبلولين كده الجو حر يعني، قلت بقى خليهم ايه برضك اكمل بيهم اليوم، بس خليتهم زي الفل برضو بالصابون الاصفر يخليهم لك فله شمعه منوره اهو. حطيتهم بقى على الغساله كده وقلت ايه نشفوا شويه قبل ما اخلص عشان هستخدمهم برضو. هنا بقى جبت الطبقه الايه طبق فشار، فشار مين احنا هننضف فيه خضار. عايزه اقول لكم لونه عاجبني قوي الاصفريكه ده، شفتوا اصفريكه وقمر كده، يفتح النفس يخليكي تفوقي اللون بتاعه. جبت بقى شويه الفاصوليا اللي انا كنت مشترياهم معاكم، وطبعا انا ما طلعتش الملوخيه من الفريزر اهو لحد الان، هتشوفوني هطلعها امتى يعني، الملوخيه تطلعيها من الفريزر وانتي جايه هتطشيها على طول عشان ما تسودش وترجعي تقولي لي يا وفاء الطريقه وحشه، لا الطريقه زي الفل، هتشوف الملوخيه خضره معايا وجميله ازاي، اسهل طريقه ممكن تعمليها واضمن طريقه والله، لان في طرق كتير بيقدموها لكم بتبوظ الملوخيه مش صح.
هنا مسكت الفاصوليا بقى بعد ما قطعتها كده وظبطتها، قلت بقى اغسلها غسله حلوه كده واحطها في المصفى تتصفى شويه عقبال ما اجي اشتغل فيها. طبعا انتوا عارفين انا الخضار بغسله 5 6000 مره، معلش يا اختي معلش، والله العظيم هي كانت نظيفه وزي الفل، بس يعني ايه معلش، دي بيبقى بتاع دوت بيبقى كده يعني، انا كده شكاكه شكاكه والله كده، بس انا كده حسيت انه خلاص، فحطيته بقى ايه يتصفى كده في المصفى. طبعا هجيب بقى شويه طماطم برضك ايه اعملهم، وقضيت اليوم معاكم النهارده في المطبخ، تدعولي اخلص الغسيل اللي عندي يا جماعه دول. طبعا من هي كانت يعني انا كنت عارفه من بالليل تمام، فانا قلت ايه اجرب تاني الصبح، لقيتها برضو مش شغاله، ده بالنسبه للغسيل. فكون بقى عندي غسيل يعني، انا ما غسلتش من بالليل، فكده بالنسبه لي الغسيل بقى قد كده. طبعا انتوا عارفين حر، وكل شويه العيال تغير ومش عارف ايه، وهدوم كندا كلها في الغسيل، مفيش الا غيارين بس ولا حاجه. يلا الله المستعان يا رب. مسكت بقى الطماطم الجميله بقى، الطماطم بص ال3 ب10 في كل حته دلوقتي، استغل الفرصه روحي هاتي شويه حلوين كده عشان بتاع دوت، عشان الفته بقى وشغل العيد والمحشي والكلام ده كله. يعني احنا من غير العيد مش شغالين على المحشي والكلام ده، احنا مبطلش اكل محشي. لما انتفخنا يا اختي بقينا صباع محشي. هنا بقى شلت بتاع دوت الطماطم، وبرده غسلت الطبق كده على طول عشان ما تبقاش في حاجه في الحوض. انتوا عارفين بقى انا اثناء الغدا بعمل كده، اه والله صبنته بقى على طول كده، وهروح بقى ايه امسك الطماطم اضربها ضربتين كده حلوين، وبعد كده اصفيها عشان بحب ان انا اصفيها، بتبقى جميله في الاكل يعني، ما تتصفى بتبقى احلى يعني. بصوا هنا الصفايه على اخرها، فانا هشيل كل المواعين دي دلوقتي يعني. هنا بقى ضربت الطماطم، وبعد كده جبت المصفى الحلوه الجميله دي، بصي مصفى قد كده، جبت بقى بصلايه كده حلوه كبيره، وهبتدي ان انا اخرطها واشتغل بقى اشتغل. عايزه اقول لكم والله العظيم ان انا واقفه هنا بفطس بالبطيء يعني، وانا واقفه في المطبخ تلاقوا وشي ما بيضحكش، فاكرين لما كنت بتقعدوا تقول لي يا وفاء مالك ما بتضحكيش ليه، فيكي ايه وشك مكشر ليه، ما انتوا طبعا عرفتوا عشان كده سكتوا. فانا طول الصيف تلاقيني يا اختي بصي واقفه هقع من طول من الحر، حر والله، بس يلا يمكن اخس شويه. هنا بقى خرطت البصلايه، حطيت شويه زيت، وحطيت برده كده قالب زبده، وهبتدي احمر البصلايه بتاعتي تحميره كده قمر 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 كده. طلعت بقى التوم يفك عشان اخد بردك من التوم كده اهو، قلبتها بقى تقليبه حلوه يا دوبك دبلت معايا، جبت كده معلقه الا ربع كده توم مفروم، ونزلت بيه برضو عشان يتحمروا ويبقوا زي بعض بالظبط. شم الريحه يا اختي، تاكيد شم الريحه، مش قادره اقول لك بقى على ريحه اكلي بقى، انما ايه الشارع اللي ورا يا اختي بيجيب الشارع اللي ورا صدقيني. المهم بقى ايه، جبت الطماطم رحت حطاها اهو، طماطم طبعا ما حطيتش فيها ميه كتير، فطلعت تقيله كده وحلوه معايا. حطيت بقى واحده ماجي، طبعا ما تنسيش بقى رشه السكر الكلام ده كله، رشه سكر كده بسيطه يعني ما عشان الحموضه والكلام ده. حطيت بقى البهارات بتاعتي وحطيت الملح وخلاص على كده، قلبت تقليبه حلوه، وافتكرت هنا ايه السكر، قلبتها وخلاص سبتها بقى ان هي تتسبك شويه. طبعا قلت ايه عقبال ما تتسبك الحق بسرعه ايه المواعين، تل المواعين اللي انا غسلته ده قبل ما يقع تاني. اه والله ف المواعين ما بتخلص ما بتخلص، اتعقدت من المواعين يا جماعه، اتعقدت اتعقدت، عماله اقول لكم بحب المواعين، انا قربت اكره المواعين، ربنا ياخد المواعين. كل فيديو عايزه اقول لكم ربنا ياخد المواعين، مين ياخدها؟ هتقول لي ما احنا عندنا وفي، انا خدها نعمل بيها ايه. فهنا بقى بشيل كده الحاجه، طبعا انا بنظم الحاجه في مكانها بالظبط، لاني انا قايله لكم رتبت المطبخ من جوه ومسحاه ومظبطاه، مش عايزه على العيد اتعب نفسي، انا بكره يعني اقف في المطبخ كتير في الصيف صعب، ببقى بصوا انا عايزه تكييف فوق دماغي على طول، طول ما انا ماشيه كده حاجه صعب صعب، الشباك ولا اكنه عامل حاجه اساسا. هنا بقى شلت الحاجه، عايزه اقول لكم عيالي بيبقوا روشين يعني، انا ببقى بصور وبعمل حاجه ده يقول لي خدي ده، طب هاتي ده، طب جيبي ده، طب خدي ده كده، فبيروشوني وانا بخلص والله العظيم، العيال دي ما بترحمش برضو. المهم شلت كوم المواعين بتاعنا ده عشان يعني الدنيا تبقى هاديه كده حواليا ومتظبطه كده،
الحلل اللي هي على الغسالة ديت انا مطلعاها عشان هعمل فيها يعني الاكل يعني، فطلعتها كده بالمرة يعني. خلاص شلنا كوم المواعين، تمام تمام التمام. هل تفتكري دي اخر حاجة؟ لا مفيش فايدة يا اختي، مفيش فايدة. هنا بقى انا قلت بقى اجيب الزبدة بتاعتي، ابتدي ان انا اشوحها كده عشان تفضل بخضرها وجمالها كده ما هي. جبت طبعا معلقة كده زبدة، ويعني هسيبها كده تسيح حلو، وبعد كده اللهم صل على النبي اجيب الفاصوليا الخضراء بتاعتنا الجميلة. بصوا هنا التسبيكة بدأت تتقل معايا بقى شوية، انا ما بتقلهاش قوي يعني. وبعد كده احط الفاصوليا الخضراء بتاعتي بقى كلها عشان اديها صدمة كده قبل ما انزلها في الصلصة يعني. قلبتها بقى تقليبة حلوة اهو. انا عايزة اقول لكم في ناس منكم باين بتعمل الفاصوليا زي ما هي بطولها كده. هنا حطيت معلقة ثوم مفروم برضو عشان تبقى جميلة وقمر كده وطعم وريحة، انما ايه فمعرفش بتاكلوها ازاي بقى يعني. انا بشوف ناس شيفات تعمل الفاصوليا زي ما هي طويلة، فازاي بتاكلوها كده مش عارف، مش عارف يا اختي. ده انا امشي وراها وانا باكلها بالمعلقة يعني مش هعرف. فانتوا بتعملوا كده قولولي بقى بتاكلوها ازاي. احنا الفاصوليا لازم نقطعها، ما بشوف الشيفات تعملها بطولها كده اقول يا رب هم مش قادرين يقطعوها ولا ايه. هنا بقى حطيت شوربة كده، نظبط الشوربة كده يعني حسب التقل اللي انت عايزاه. خلاص كده تمام الفاصوليا بتاعتنا خلصت والحمد لله. غطيت عليها بقى وسبتها غلوة ووطي عليها. خدت هنا بقى الرز بتاعي وقلت يلا بقى ابتدي. كنت عايزة في الوقت دوت ساعتها اخرج اصلي، فقلت يلا بسرعة اعمل الرز واخرج اصلي. خدت هدنة بقى ودخلت ايه عملت الملوخية يعني. صفيت الرز تصفية كده حلوة يعني، بس اغسليه غسلة حلو، اهم حاجة غسيل الحاجة. تعرفين بقى ده شعاري يا جماعة، اهم شيء غسيل الحاجة يعني الاكل بنظافة كده يطلع طعم وريحة كده وحاجة تفتح النفس. حطيت برضو معلقة زبدة ورشة زيت، انا بشتغل بالزبدة وبالزيت يعني انتوا عارفين انا شغالة بكده يعني، مش بشتغل بده لوحده وده لوحده خصوصا في الطبيخ والكلام ده كله. وبعد كده شوحت اللهم صل على النبي الشعرية بتاعتي اهي. ايوه بقى يا بيتش وفيق بقى، مش قادره اقول لكم على الجميل. طبعا انتوا عارفين انا اختاريت الوقت بحب ان انا اطبخ عشان الطبيخ حلو لعيالي يا جماعه يعني، عشان عيالي اكلتهم ضعيفه، فبحب ان انا من الوقت للتاني اعمل لهم خضار عشان ياكلوا خضار. فبقوم حطاهم قدام الامر الواقع يعني واطبخ لهم. عارفين ساعات اقول ايه، اعمل فاصوليا بيضه، طب اعمل لوبيا اللي هي العين السودا اللي هي ام عيون سودا، فارجع واقول لا 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 اعمل نوع خضار عشان يستفادوا منه يعني، انا بحب عشان عيالي يستفادوا كده. حطيت واحدة ماجي ورشيت شوية ملح وظبطت الحياء بتاع الرز وخلاص قفلت بقى عليه وتمام التمام تمام. بعد كده هنا بقى انا رجعت تاني، كنت خلاص بقى الفاصوليا خلصت والرز وشطبنا التشطيبات يعني. هنا بقى جبت البط وقلت ايه احمره عشان طبعا مكانه، انا بحب احمر الطشة بتاعت الملوخية بتاعتي. هتشوفي بقى الملوخية هتقومي تعمليها بكل ثقة تمام. الناس اللي ما شافتش الملوخية فرستها ازاي ارجعي للفيديو اللي قبل دوت، هتلاقيني مفرزة معاكي الملوخية. لو عايزة اللينك احطهولك، ولو افتكرت احطلكوا اللينك في اول تعليق مثبت يعني. فطريقة سهلة جدا وهتحبي ان انت تعمليها يعني. هنا بقى رحت حمرت البط، وبعد كده قلت بقى اشيله بقى خلاص، وعلى طول اجيب الشوربه احطها مكانه يعني. ايوه كده بيت وفاء دي شاطر. حطيت بقى الشوربه كده بتاعت البط هنا ورحت مشغله عليها. وجري بقى يا بيت وفاء بسرعه قبل ما تسخن كده وتبدا تتظبط اهو. بص يا جماعه انا طلعت هنا كيس الملوخيه اللي انا فرستها معاكم اهو، شفتوا انا قعدت اخبط كده بايديا عشان يعني ايه يتكسر معايا تمام، وهو متلج كده. بص اهي تعمليه بايديكي كده، تكسريه بايديكي وعلى الكبه على طول، اوعي تستني ان هي تفك هتسود معاكي. معلش فيه بقى انا قلت لكم اهو، اوعي تستني ان هي تفك خلاص. انا هنا حسيت ان هي مش هتاخد الكبه كلها، قلت اضرب ضربتين كده تهبط وارجع احط الباقي عليها اهو. هتتعبك شويه في ايه، في انها هايشه بس يعني، في كل شويه بايديكي كده دخليها لجوه او بمعلقه يعني، فهتتعمل معاكي بسهوله على طول بقى. طبعا بصوا اهو بضرب فيها بسرعه، خايفه لا تسود، بتسود بسرعه الكبه بتاعتي رخمت عماله تضايقني اهو. من المعلقه كده بنزل فيها عشان بتبقى هيشه يعني، كل ضربه والتانية انزلي بالمعلقه عشان كلها تضرب وتبقى يعني تمام مظبوطه.
خلاص ضربتها وخليتها زي الفل معايا، نعمت وبقت حلوه. بصوا هنا الشوربه خلاص بتغلي، نزلي بسرعه الملوخيه اللي احنا ضربناها في الكبه. انا ما جربتهاش في الخلاط عشان ما تقوليش ايه وفاء ينفع في الخلاط، والله ما جربتها وما بحبش ان انا افتلكو، ما جربتهاش في الخلاط. جربي انت بقى. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله خضره وجميله ازاي، وهقرب لكم الكاميرا اكتر منها عشان تصدق، اهي خضره وفله وجميله اكنك لسه جايباها من الراجل، يعني طريقتها سهله ولا لا؟ فان شاء الله ان شاء الله. ما احنا جبنا بقى ديب فريزر بقى وشهيصنا يا جماعه، فهتلاقيني من الوقت للتاني بفرز معاكي حاجات بطريقه سهله ان شاء الله. شوفوا ايه اللي انتوا نفسكم فيه وقولوا لي في الكومنتات، انا هحقق لكم احلامكم. عايزين نعمل شويه باميه حلوين كده برضو. بصي بقى خضرها وجمالها، والله العظيم انا حاسه ان هي كمان يعني ادت خضار اكتر. فجربي وهتقولي وفاء بتقول اي كلام ولا لا. هتعرفي، اوعى الطش، اوعى الطش، الله عليك يا بت شوفي. شمين ريحه الطشه، انا شميتها تاني، اخش اشرب لي مج ملوخيه. خلصت كده الملوخيه، وبصي قربت لكم اهي الكاميرا، شايفين الخضار؟ خضار ايه؟ خضار كده ايه؟ الله على الاخضريكه يا بت شوفي. خلاص كده جهزت الاكل بتاعنا، وبعد كده لقيت بقى ابو زياد جايب البتاعه بتاعت الغساله ركبها لي، والله المستعان بقى دعولي اخلص الغسيل اللي بقى قد كده ومال الدنيا يعني، الله المستعان. المهم يا اختي اوعي تجيبي يونيون اير، اسمعي مني اسمعي مني. المهم بقى متنسونيش في اللايك وفي الكومنت، وشيري الفيديوهات لاصدقائك، وطبعا قولي لي ايه رايك في الملوخيه، واللي جرب وصفه يقول لي تحت الفيديو ايه رايه فيها عشان غيرك يجرب، يعني يجرب وهو ايه مطمن يعني. اقول لك بقى مع الف سلامه، واستنظري مني فيديو جديد، مع السلامه.